السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم في قناة المدرب محمد. واليوم إحنا حنتكلم عن الركائز الأساسية للنجاح. طبعا بعد ما إحنا حضرنا كيف العقل يعمل، شو العقل الباطني وظائفه، شو العقل الواعي وظائفه، وكيف إحنا بنقدر نعمل توصيل أو كونكشن بين كل جزء من أجزاء الدماغ وكل حلقة كيف بتشتغل. فبالتالي احنا قادرين اليوم انه نبدأ بأسس وركائز النجاح اللي بتحقق لك اهدافك كلياتها. نبدأ باول، هما خمسة رئيسيات ممكن نضيف عليهن بعد اكتر، بس اللي انا ارتكزت عليه في تغيير حياتي وفي تغيير جسمي وخسارة 40 كيلو، كان مشيت في بروسيس في عملية معينة، وأساسياتها خمسة هنبدأ نحكي فيهن إن شاء الله من هاي الحلقة والحلقات الجاية حتى ننهي الخمسة. وإذا طلع عندكم أسئلة وطلع عندكم شيء جديد إن شاء الله منضيفه بالحلقات اللي بعد هيك. فأول ركيزة أساسية إن الواحد يعرف النتيجة النهائية اللي بده إياها، يعرف شو اللي بده إياه. يعني لازم هذا المخطط، هذا الشيء اللي بده إياه، أو هاي النتيجة اللي بده يحققها الإنسان، هاي تكون جاهزة عنده في دماغه ومقتنع تماما، ويبني صورة في مخيلته لهاي النتيجة اللي بده إياها. يعني نعطيكم بس مثل صغير وسريع على هذا الموضوع. أحد الموظفين بده يترقى في السلم الوظيفي من مجرد مندوب مبيعات إلى مدير مبيعات، أو إلى مدير منطقة في المبيعات. هون قبل ما يبلش يخطط كيف بدي أوصل، بدي يكون مقتنع إنه هو قادر يقوم بهاي الوظيفة. وليكون قادر لازم يهيئ نفسه نفسياً إنه أنا هذا الشيء، هاي النتيجة النهائية اللي بدي إياها، هاي من حقي أنا، هاي حق لإلي. فبيبني هاي الصورة إنه هاي لإلي في دماغه في عقله. لاحظوا إحنا كتير أوقات بنحلم، وهذا الحلم بكون عنا بعقلنا، بنبدأ نحكي فيه وبنبدأ نتشاور وبنبدأ إيش الواحد يألف قصص عليه، بيبدأ يألف قصة إنه هذا هيك هيك هيك. ونفس الشيء هون ما لا أستبعد ولا أستغرب إنه الواحد لما يجيب هاي النتيجة النهائية اللي بده إياها ويعمل قصة إلها في دماغه إنه أنا هيك، أنا صرت المدير العام لها، ويبدأ يعمل في عقله في الوظيفة الجديدة اللي عنده. هاي بهاي الطريقة إحنا أقنعنا العقل الباطني والعقل الظاهري إنه والواعي إنه هذا الشيء، هذا أنا، هاي شخصيتي الجديدة، أنا هذا الجديد، أنا هيك، وأنا هذا اللي بدي إياه. لما يكون عندك هذا كلياته صار موجود بعقلك، اعتبر أنت كل شيء حواليك هيصير يدلك على هذا الشيء. في جزء بدماغ بسموه الرادار، أو الرادار الخاص في كل إنسان. لاحظوا أنتوا بتشتري سيارة جديدة مثلاً، وبتطلع بتبلش تسوق، بصير تشوف كل السيارات اللي حواليك نفس السيارة اللي اشتريتها، مع أنه قبل ما كنت تشوف كتير، أوف بتصير تقول واو سيارات كتير، نفس السيارة وهاي نفس هاي لونها بيختلف. ونفس الشيء الصبايا بيشتروا فستان وبروحوا على حفلة عرس، بقول يمكن ما يكون في حدا لابس هالفستان، بتلاقي 2-3 لابسين نفس الفستان. ليش؟ لأنه هذا الموديل. أنت عقلك وعقلك صار يشتغل على تحقيق هذا الهدف.
العقل الباطني يساعد أي إنسان دائما على التوجيه ويبدأ بإيجاد حلول لإلك حتى تحقق الأهداف تبعك. بس ما بكفي إنه هاي الصورة تكون بس بدماغك وإنك بلشت تنفذها بدماغك. الشغلة المهمة الثانية إنه نبدأ ناخد خطوات عملية لنحقق هاي النتيجة النهائية اللي بدنا إياها. وهذا موضوع حلقتنا للحلقة الجاي، وإن شاء الله بتعجبكم هاي الحلقة، وأي شيء إن شاء الله بتلاقوه مفيد لإلكم وعم تستفيدوا منه ما تبخلوا على حدا تاني، اعملوا شير للحلقة، بركي بيستفيد إنسان آخر وبكون معنا على القناة حتى نقدر نفيد أكثر عدد ممكن من الناس. وشكرا كتير لكم ويعطيكم العافية.